السجاده الحمراء او الريد كاربت، السجاده الحمراء طلعت خلاص معاش، ما بقاش ليها لازمه، لانه اشهر حفله لمهرجان سينمائي في العالم قرروا فيها تغيير لون سجادتها الحمراء من الاحمر من الريد كاربت للبيج. حفل جوائز الاوسكار بيغير هذا التقليد اللي بقاله 62 سنه ويتخلل اول مره عن الريد كاربت زي ما انتم شايفين، بقت البيج كاربت. طبعا الريد كاربت كانت جزء رئيسي في مشاهد استقبال النجوم في كل مهرجانات العالم. لون سجادة الأوسكار الأحمر كان لون من الثوابت زي لون السماء الأزرق ولون الزرع الأخضر، لكن الثوابت كلها بتتغير. دلوقتي النجوم الجداد اللي كانوا بيحلموا أنهم يمشوا على الريد كاربت في حفلة الأوسكار انتهى حلمهم خلاص، لأن اللجنة المنظمة للحفلة قالوا أنهم عايزين لونها يبقى ناعم ولون هادي، لون مريح للعينين غير اللون الأحمر، بحيث أنه نجوم السينما يحسوا أنهم ماشيين على رملة الشط. جيمي كامل مقدم الحفلة السنة دي حفلة أوسكار كان ليه تفسير تاني وتفسير ساخر جدا. قال إيه بقى؟ قال إنه سبب تغيير اللون الأحمر هو إنه اللون الأحمر في السجادة الحمراء تعب أعصاب ويل سميث وخلاه يضرب زميله كريس روك في حفلة السنة اللي فاتت، فغير اللون الأحمر عشان يعني إيه منعا لإراقة الدماء. طبعا الريد كاربت بتاعة حفل الأوسكار اللي ما بقتش ريد خالص، مساحتها ضخمة جدا 152 ألف متر مربع، وده أكيد يعني هيغير شكل احتفال الأوسكار التاريخي، لكن الظاهر إنه تغيير لون السجادة الحمراء بألوان تانية اتحول لموضة السنة دي في مهرجانات فنية أخرى، لأن سجادة جوائز الأمي كان لونها ذهبي، سجادة حفل جوائز الجولدن جلوب كانت رمادي، ودلوقتي الأوسكار بيج. الله أعلم اللجنة المنظمة ناوية تثبت اللون البيج على طول بقى، ولا نتفاجئ سنة جاية بلون تاني مثلا البينك ولون أخضر ولون أزرق. أنا خايفة بس السنة جاية نلاقيها بألوان قوس قزح، مين عارف، ما هو خلاص ما بقاش في ثوابت حتى في الريد كاربت. طيب معانا على التليفون الناقد الفني الكبير الاستاذ طارق الشناوي. استاذ طارق اهلا بيك معانا في مصر الجديده، ورايك ايه في موضوع ان الريد كاربت بقت البيج كاربت؟ انا مبسوط جدا، والدلاله ان احنا ليه نخضع لمن سبقنا بدون ما نفكر. يعني السجاده الحمراء دي على طول، يعني ده التعبير الشائع في كل مهرجانات الدنيا والمسابقات الكبرى، كان نتكلم عن السجاده الحمراء، القاهره السجاده الحمراء، فينيس، برلين. طيب وليه حمرة؟ طب احنا مثلا ثقافتنا الذهبي، احنا دايما انت عارفه ايه كلمه صالون ذهبي، ولما كان زمان ولاد البلد يقول لك ده عامل سنه ذهب، مش كده؟ يعني ولاد البلد كانوا يحطوا سنه ذهب. يعني عايز اقول ان الذهبي كان هو شعار الفخامه، فاصبح سرعنا بقينا بنطبق قاعده الاحمر. فكويسه الدلالة ايه؟ انك انت ما تستسلمش لكل حاجة قبلك، يعني بعيدا بقى عن يعني انت مع تغيير السجادة الحمراء. انا كتبت مرة على الحكاية دي، وعايز اقول لك ان والله قبل ما تتغير كتبت طلبت كده، من اكثر من 10 سنين، ما بكلمش على الاوسكار في المطلق، انه فجأة يعني وجهة عام ليه لازم نخليها ريد كاربت؟ ليه حمراء؟ عايز اقول لك في مهرجان عن البيئة، مهرجان البيئة، انا من حوالي 10 سنين 12 سنة كانوا عاملين سجادة خضراء على اساس ان البيئه اخضر، مش كده؟ فقرروا انه يعملوا حاجه شبه المهرجان، فاصبحت سجاده خضراء. وانا بعتقد انه تركيبه حسين فهمي ان شاء الله في المهرجان القادم مهرجان القاهره هتخليه يغير. هيغير بتبقى ايه بقى لونها ايه؟ مشجر بقى بتاع حاجه تشبه حسين بقى، حاجه تبقى يعني هو بامبي بقى، الحياه بقى لونها بامبي وانا جنبك وانت جنبي ونشغل اغنيه سعاد حسني. مش بعيده، لكن مش هيخليها حمراء. اوكي. يعني انا وده هينعكس على حاجات كتير، لان انت عارفه هي يعني الاوسكار بيقود حاجات كتيره وبيقدم رسائل. فعندما يقدم الاوسكار رساله ممكن تلاقيها تداعيات في بقيه مهرجانات الدنيا ومسابقات الدنيا. طيب عايز اسالك على موضوع تاني، يعني الفرح بتاع حسن شاكوش طبعا بنبارك له كل حاجه، ولكن مشهدين حابه اتوقف عندهم.
مشهد العروسه بتسجد لله، وطبعا الناس علقت يعني كتير بقت تقول يعني ايه، يعني انت بتسجدي له يعني، ولا انت في السجود يعني لله، بس عاوزه تسجدي لربنا في بيتك في اوضتك بتسجدي لربنا، لكن ليه انت بتعملي كده قدام الناس؟ والمشهد الثاني انه يطلع ويصرح ان انا مراتي قفلت لها الفيسبوك وكل حساباتها على السوشيال ميديا وما عندهاش غير الواتساب بس. تعليقك على تصريحاته وعلى مشهد سجود العروسه. بصي، احنا شفنا قبل كده مشاهد موجوده على النت انه العريس يبوس رجلين العروسه قدام الناس، شفناها في كذا حاجه. فيعني عايز اقول انا رايي الشخصي ان الحاجات ديت مساله خاصه جدا بين زوج وزوجه، فبالتالي تظل في الخاص، يعني مش كل شيء يصلح للعام، مش ان كل هو حاجه. حتى لو هو عاوزها تقفل الفيسبوك بينه وبينها، لكن هو ليه طالع بيصرح يقول انا وايه مراتي الحكمه؟ ست طيب وايه محترمه الحكمه؟ وخليتها تقفل كذا وكذا وكذا، وايه معنى كده الاطفال ان دي؟ الناس عندهم فيسبوك مش محترمين؟ ما هو بصي، هو المشكله ان في ناس درجه ثقافتها محدوده وبتفكر في اللحظه، ما بتفكرش فيما بعد. يعني زي كتير قوي بنسمع حاجات يقول لك مثلا انا ما اطلعش في دور بلطجي، مثلا ما عملش دور بلطجي بقى. طب ما هو ده انت دراما، يبقى اللي عمل دور بلطجي ده يبقى اذنب مثلا يعني. فانت ساعات بنخلط الامور، يعني زي اللي يقفل لمراته، طب ليه تقفل لها؟ حتى لو كان خليها وجهه نظرها يا اخي، يعني قول ان هي قررت انها، في ناس بتخاف من السوشيال ميديا بالمناسبه، بس يبقى قرارها مش قرار الزوج او بعد الزواج. يعني هو حسن عموما قبل كده كان عمل مشاكل كتيره جدا، يعني من وراء في النقابه، بس ملهاش علاقه طبعا بالجواز، كان لها علاقه بهجومه على عازف الايقاع وكده. اتمنى انه يفكر مرتين ثلاثه يضبط قبل ما تصريحاته، يسرع، يعمل عملية ضبط لتصريحاته، لأنها ممكن فعلا لأنه هو يفهم. مؤثر شئنا أم أبينا، هو مؤثر وليه جمهوره، لما الرجالة كلهم من جمهوره يسمعوا كده ما هم كلهم يعملوا كده. ما هو لا، ما هيبقى الخطأ في الستات اللي استجابوا لكده، يعني صح ما هو برضه عزيز المرأة ما تبقاش خاضعة. صحيح. أشكرك شكرا جزيلا الناقد الفني الكبير الأستاذ طارق الشناوي، شكرا جزيلا ليك. طيب.